الكاميرون، البرازيل شهدنا هدف في الوقت البدل الضائع لصالح الكاميرون أمام البرازيل، أبو بكر الذي سجل الهدف وخرج بالبطاقة الحمراء، يعني نهائيات كأس العالم 2022 الجولة الثالثة، وشهدنا بأن الكاميرون يفوز أمام المنتخب البرازيلي. مباراة اللي كانت كبيرة، مباراة يعني وين نقولوا باللي كانت كبيرة بمعنى الكلمة لصالح المنتخب الإفريقي الكاميروني اللي شهدنا أمام البرازيل، يعني كانت مباراة يعني في القمة، يعني وين لعبوا من أجل الفوز، لعبوا من أجل يعني إفراح يعني يعني عدم الخروج، يعني شاهدنا وين نقولوا باللي الكاميرون يعني وين رغم ان وين شاهدنا ابو بكر الذي سجل الهدف يعني وين في الدقيقه الوقت البدل الضائع، شاهدنا وين دافيز يعني في الحراسه، شاهدنا وين نقولوا باللي دافيز في الحراسه الكاميرونيه، يعني طولو وين فاي كذلك انزو كريستوفر أندريا زومبو كوندي نيكولاس باريان، يعني وين أبو بكر اللي خرج بطاقة الحمراء، شأن ماكسيم يعني تشوفو يعني والدخول يعني إيكابي في الدقيقة 64 وجير نورجوم يعني اللي دخل في الدقيقة 86 وألفير يعني اللي دخل في الدقيقة 86. شاهدنا مباراة كانت قوية جدا، رغم أن وين نقولوا باللي 60% نسبة استحواذ البرازيل، يعني 11 ركنية، يعني شو الضغط كيفاش كان على المنتخب الكاميروني، 11 ركنية لصالح البرازيل، 40% يعني وين نقولوا باللي 463 تمريرة للبرازيل، 622 عدد اللمسات الكاميرون، 40% نسبة الاستحواذ، 240 تمريرة لصالح الكاميرون، 414 تمريرة عدد اللمسات يعني المنتخب الكاميروني، 3 ركلات الجزاء، شاهدنا وين سونغ اللي دخل يعني بخطة 4-2-3-1، شاهدنا كذلك وين المدرب البرازيلي اللي دخل بخطه 4-3-3، يعني مباراه نقولوا باللي كانت شيقه، مباراه شاهدنا فيها يعني حماس كبير، يعني وين نقولوا حتى البرازيليين وين حوسوا يفوزوا، يعني شاهدنا كيفاش دخول يعني النجوم البرازيل في الشوط الثاني، يعني وين شاهدنا إيديرسون موريس اللي دخل يعني في الحراسه، دانيال أندريار يعني وين باريام يعني إيلاكس يعني وين خرج في الشوط الثاني، فابينيو شان فاريد شان أنطوني رودريغو غابرييل يعني مارتينيلي غابرييل خيسوس اللي خرجوا الشوط الثاني، شان ماركينوس يعني دخل 55، لوكاس يعني إيفرتون لا ماشي لوكاس إيفرتون اللي دخل، بيرناو ورافيني اللي دخلوا في الشوط الثاني، يعني وبيدرو كذلك دخلوا في الشوط الثاني من أجل إعطاء دعم يعني في الشوط الثاني، لكن تلقاو هدف يعني من طرف القناص اللاعب الكاميروني أبو بكر، يعني وين عرف كيفاش يسجل الهدف، وين الكاميرون يعني وين لعبت وين رمات بكل ثقلها، يعني رمات بكل ثقلها في الهجوم، يعني لعبوا الكل في الكل لعبوا الكل في الكل، يعني لعبوا الكل في الكل من اجل يعني الفوز، يعني ويعني ما عندهم ما كاش عندهم حاجه اخرى يلعبوها، كانت ما لعبوا حتى لعبوا صايك لعبوا دخلوا لعبوا حراره قلب كلش، هذه هي وين نقولوا باللي يعني الجوله الثالثه نهائيات كاس العالم 2022 قطر الكاميرون البرازيل، شاهدنا كيفاش انتهت المباراه. ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، واعطونا كيما يقولك اللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم، سعيد وخاوتي.